عندنا هناك في حاجة اسمها قد ما نقدر بس ونمشي، حاجة اسمها classification of the joints. اللي أشرحه ده مهم. أيوة. ايه؟ ايه ده؟ ربع ساعة بس. أنا هناك اسمها بلد جاي. في حاجة هناك classification of synovial joint. قالوا هنقسم synovial joint لأربع أنواع. حاجة اسمها clean، حاجة اسمها uni axial وباي axial ومالتي axial according للأكس اللي اتحرك فيه. طبعا هقول حاجة بتعرف أكتر مني. الدنيا فيها كم محور؟ ثلاثة. اللي بتقول ده اسمه longitudinal، واللي بالعرض ده اسمه ترانسفيرس. من قدام لورا انتروبوستيل. يبقى كم اكسس في الدنيا ولاد؟ ثلاثه. عايز تحجمني هتقول لي ايه؟ ارتفاع راسك من هنا لهنا، وعرض راسك من هنا لهنا، وعمق راسك من هنا لهنا. يبقى كم محور في الدنيا؟ ثلاثه. ايه الثلاث محاور بقى بتوعنا ولاد؟ وما كده يا اما لونجتيودنال اللي هو برد، يا اما ترانسفيرد اللي بالعرض، يا اما اسمه ايه؟ انتروبوستيل. هناخد الكورس ده دقيقه وادولكم تاني، وانتوا رتين تقعدوا على الارض ان شاء الله في العون والله. انا ولاد اديني بقى الكورس ده لحظه كده ولاد، وانتوا هتسمعوا كويس. انا ولاد فاتن ده كورس دكتور. انا ولاد الناس بتسمع كويس قوي ليه؟ عاد منكم بقى قلمين قلم زي ده؟ في قلم كده ولاد رصاص ليها لا ايه ده؟ هو ده ده في قلم كده قوانين كده؟ اديني القلم يا ولاد. لا ده برضه هيبوظ والله. في قلم كده بتاع تريلرز بتاع زمان دي، هو ده بالظبط. بص يا ولاد بقى معايا. حرام والله. انا بعمل ده اسمه ترانسفيرس اكس. تتحرك حواليه كده. يبقى لما بتعمل فليكشن واكستنشن تتحرك حوالين اني اكس ده ولاد ترانسفيرس. يبقى انا بالتالي القلم ده بس الاكس بس في العرض اسمه الاكس ده ترانسفيرس. تتحرك حواليه كده وكده، يبقى الحركه دي اسمها ايه؟ والحركه دي اسمها ولاد فليكشن وتسمها ولاد اكستنشن. اللي عملوا ده وانتم صاحيين لو ده اكسس من قدام لورا يبقى اسمه ايه؟ انتروبوستيل. الاذكياء جدا 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 هيجمعوا جاي. لو القلم ده بس الاكسس من قدام لورا، من قدام لورا تعمل كده وتعمل كده، يبقى انا مثلا فاهم لما بتعمل ابدكشن وادكشن تتحرك حوالين انهي اكسس يا ولاد؟ انتروبوستيل. لما تعمل فليكشن واكستنشن تتحرك حوالين انهي اكسس يا ولاد؟ ترانسفيرس. لو مسكت عظمة زي دي وبدأت ألف كده لاتر روتيشن ميديا روتيشن حركة حوالين اني اكس يا ولاد لونجيتيودينال. لو حطيت كده وانا بلف كده رايح وجاي كم اكسس في الدنيا كده يا ولاد؟ ثلاثة. ايه الثلاثة اكسس بتوعنا بقى يا ولاد؟ يا اما ترانسفيرس، يا اما انتروبوستيريور، يا اما ايه؟ في مفاصل بتتحرك الثلاثة اكسس، وفي مفاصل في اكسسين بس، وفي وان اكس في مفاصل ما فيهاش اكسس خالص. بمعنى ايه؟ عظمه بتتخلق على عظمه، وبالتالي بما انه بتتخلقوا على بعض ما فيش اي اكسس حصل. لا لفيت كده ولا لفيت كده ولا بعدت كده ولا جيت كده، يبقى ما فيش اكسس. يبقى انا عندي كام نوع من انواع المفاصل؟ اربعه. الاربع انواع بتاعتنا نقدر نعد مع بعض ولا لا؟ يوني اكسيال، باي اكسيال، ومالتي اكسيال، وحاجه اسمها بلين اللي هي عباره عن اكسس اللي اسمها ايه؟ نون اكسس. لو انت في الصفحه معايا اللي احنا فيها مكتوب ايه في الصفحه ولاد؟ انا ولاد كل الناس صح؟ لو بصيت يا ولاد صفحتنا اللي هي التايب اوف سينوفيال جوينت، الكلام ده ولاد ريتم بشكل سخيف.
فبالتالي لازم تسمع كويس. عندنا اولاد هنا كده اكوردنج الاول التقسيمه الاوليه دي حتى اكوردنج للنمبر اوف ارتكيولار بون. ايه معنى الكلام ده؟ لو جبت عظمتين ركبتهم مع بعض ده اسمه سيمبل جوينت. لو جبت ثلاث عظمات يعني هيومرس وريديوس وارس كومباوند جوينت. لو جبت عظمتين وحطيت بينهم ديسك كارتريج او ليجمنت جوه الجوينت او تنسل جوه الجوينت تسمى كومبلكس جوينت. كم نوع من انواع الجوينت كده؟ ثلاثه. فعندنا في الكتاب دي اكوردنج سيمبل اكوردنج لترتيب الجوينت. يبقى اكوردنج تو ذا نمبر اوف ارتكيليتنج بون اكوردنج عوده الى لعدد العظم المتصل عوده اكورد to the number of articulating bones simple joint between two bones زي numerous muscular mass compound joint between more than two bones يعني ثلاث عظمات اربع عظمات وما شابه ال numerous راكبه مع ريدس وقالها في القلب complex joint they go a joint intra articular structure زي joint اللي انتوا ما بنسكس they go for a shit ligament they disc go a joint تسمى ايه joint في الحاله دي complex تسمى اولاد complex. التقسيمة دي اي كلام في الأهمية قد ايه بعرف. التقسيمة الثانية أولاد اللي بيقولوا فيها ايه according to the axis of mean أولاد ممكن قالوا الأكسس of ممكن يا إما ايه يا إما ايه يا إما ايه بقى أولاد لما كده يون أكسيال يا باي أكسيال عشان ما تطلعش امتحان الأرانب تقول لي ده أنا دخلت امتحان الأناتومي لقيت بيقول لي describe the axial joint بالطبيعي قريت طبعا. يبقى في سؤال اسمه describe يون axial joint وباي axial joint ومالتي axial joint. يبقى تمام في دماغك حط يعني عديد. اسال سؤال يوني axial joint كان ممكن تحصل في كام axis؟ واحد. يا اما تحصل حوالين الترانسفيرس زي الاف يا اما حوالين اللونجيتودنال حاجه اسمها radio under joint. حاجه اسمها ايه؟ radio under. اللي حضر يا اولاد في المدرسة في المشرحة ريديا سؤالنا العطيتين دول ريديا سؤال. أسأل بقى سؤال الوضع ده وقال اسمه سوبينيش اللي هو الصبي يجيب اللاترال صبي الصغير ميديا كف الراجل بصر قدام. العظمة دي اسمها ريديس والعظمة دي اسمها الريديا سلفة عقلنا كده. طب وهي بتلف كده تعمل فرونيش وكده سوبينيش فرونيش سوبينيش بتلف حوالين أني أكسس لما كده لونجيتودينال أكسس. يبقى أنا ممكن يبقى يوني أكسس حوالين مين أو حوالين مين يا ولاد؟ يا إما ترانسفيرس يا إما ولاد لونجيتودينال. كده هذا الكلام ده إيه اللي بالصفحة بقى؟ مش كامل ولا لأ؟ شبيه ميديا روتيشن بس ده حاجة ثانية كبيرة. أسأل بقى سؤال للطلبة الصحيين. عندنا ولاد اليوني أكسس لقينا منه نوعين ترانسفيرس او ده اولاد لونجيتودينال. بدأنا ندرس اليوني اكسل بشكل غلط لقينا نوع يا اولاد اسمه هنج جوينت. هنا في الكتاب هنج جوينت اسمه اولاد هنج جوينت اسمه اولاد هنج جوينت اسمه ايه؟ هنج جوينت اسمه ايه؟ هنج عشان بس صوت احس اني وصف اسمه ايه؟ هنج جوينت اسمه ايه؟ هنج جوينت اسمه ايه؟ هنج هنج يعني ايه مفصله. قالوا أولاد إيه معنى مفصلة؟ تسمعوا المفصلات بتاع البيبان؟ آه بس أنا عارف مفصلت الوكمان. إيه مفصلت الوكمان ليه بقى؟ حد يعرف الوكمان يعني إيه؟ آه بابه بيتفتح إزاي؟ ها؟ الكاسيت الباب الكاسيت بتاع زمان ده اللي هو يمين قالوا بيتفتح إزاي؟ ها؟ كده وكده. هي نزلنا المفصلة اللي زي كده. يبقى المفصلة ديت اللي زي بتاع الوكمان او زي اي كاسيت زمان بيتفتح كده ويتقفل كده. مش عارف مفصلت الباب مفصلت الباب واقفه انا عارف مفصله نايمه مش كده. ده الهنج الهنج جوينت مفاصل ما جوينت محدثة بحاجه في عظمه كونفكس زي البكره تروك تركب في عظمه كونكيف. حتى خد كلمة تروك يا السنه دي ولا ما خدش؟ الله lower end of the humerus كان فيها حاجة اسمها تروك وتروك ليدية لما حد السرحان lower end بتاع الهيومرس تحت تركب فيها عظمة مين يا ولاد؟ عظمة التروك لارنوت ويعملوا كده. المفصل اللي فيه حاجة كومبكس زي البكرة وركب كده المفصل ده نوع هنج جوينت نوع ايه؟ هنج. طب اسأل سؤال
المهم انت تبقى حوالين اني اكسس ترانسفيرس اكسس. طب اسال سؤال صعب جدا، ليه ما بتحصلش ابدكشن ولا ابدكشن؟ عجبين اسمها كولاترال ليجمنت، كلمه كولاترال من النهارده لغايه ما تموت هنجننك بيها. كولاترال مصاحبات او جانبيات او مداهمات على الجناب كده بسميها كولاترال. بسميها ايه؟ كولاترال. هنقرا الكلمتين دول والناس هتقرا. انا اللي مش عارف، انا اللي بتقرا انتوا تسمعوني. معلش بقى اولاد، انا من ايه محضر من ريف توس. انا اسال سؤال بقى معاك. الناس الصحية صفحة 28 من فوق، according نسمع according للشيخ وبارتيكولر سيرفس. طبعا الصفحة اللي قبليها اليوني اكسل جوينت والترانسفيرت والمين يا ولاد لمفتوش. اليوني اكسل جوينت اللي احنا قلناهم دول منهم نوعين، يا اما هنج يا اما يا ولاد بيبو. هنج او بيبو، هات لي واحد ما ذاكرش يقلب، محدش يقدر يقلب. فتعالوا نتفق مع بعض. هنج بقى ده كونفكس. كونفكس يعني ايه؟ ارتيكولار سيرفيس شبه التروكليا، تروكليا لايف. يبقى في سيرفيس شكله كونفكس بس شبه مين يا اولاد؟ البارك. تروكليا لايف. ذا جوينت، ذا جوينت از يوني اكسل. يوني اكسل يعني ايه؟ يعني في اكسل واحد. اني اكسل بقى لو كنا ترانسفير والله الكلام ده بيتحدد بتاخده عليه درجه. يعني كلمة هند عليها بدرجة، نص درجة بتاعتها، ودي عليه نص درجة. يبقى لازم الاقي تروكليا لايك، ولاقي لازم الاقي انه هو بيبقى حوالين اني اكسس ترانسفيرس اكسس وانه يوني اكسس. كلام من كاتب لك ذا موفمنت اللي بتطلع هي عبارة عن مين؟ ريكشن واكستنشن اونلي. ليه اونلي بقى يا ولاد؟ لما كده كاتب لك ديو تو انجود ليجمنت. مين الليجمنت الموجودة؟ ولا هفترض انكم فاهمين او مش فاهمين، نبص على البورد. لو جيت قلت معاكم كده يا ولاد فرق كلها اللي عندي يا ولاد عباره عن عظم الفيل ادي الهيومرس. لو ركبت كده يا ولاد ادي الهيومرس بتاعك. ايه دي؟ لو حد سرحان ايه دي بقى لو كده؟ دي يا ولاد دي تروبيا كان جنبها كبير كده كده تفتكروا حاجه زي كده؟ مش فاكرين مش فاهم. الارض كان فيها نوتش كده اسمه تروكيلا نوتش، يركب تحت كده حته اسمها كورونايد واللي طالع فوق ده اسمه ريجلين. طب ايه دي بقى لو صحيين؟ ريد. فين الالبو جوينت؟ هو ده مش كده؟ يبقى باكر وراس. طب لو انا جيت بقى سالتكم سؤال صعب جدا، حطيت لي ليجامنت قوي هنا كده وليجامنت قوي قوي هنا كده وقلت لهم استنى، حاولت تاخد ايدك ابداكشن او ابداكشن ما يحصلوش. تقعد انت تعملي كده في البيت، انت بتحرك ده مش كامل الاهل عشان تقتل الشيطان. تقول له يا عم ده مش كامل الاهل، لان كل الناس تاخدني على جنب بعد كده تقول لي اهو مش كامل حاجه تشيل الصراحه. هو عمال يحرك لي لفوق بيتسالي لتحت. ده ما بيحصلش غير حركه واحده اسمها الحركه دي ريكشن وستنش. والله لو اتنططت ده الشيطان هنا الشيطان في البيت. لو جينا مع بعض ما بيحصل حركه اسمها ايه؟ بريك. قسموها بقى كلام. هنج جوينت العظم اللي بيركب مع بعض شكله كومباكس تروكيا لايف واحد. الاكسس اللي هتحرك فيه ترانسفيرس اكس اثنين. الموفمنت اللي هطلع بيها فليكشن واكستنشن ثلاث. واللي منع الموفمنت وجود ليجامنت اسمها كولاتر. طب عايز اكزامبل ايربو جوينت المفصل اللي فوق. يبقى دايما ما تيجي تقول لي في امتحان تحريري جالي سؤال اسكرايب هنج جوينت، هتعمل لي ايه في الهنج جوينت ده؟ وصبع كده قالوا لازم اكتب ان الهنج جوينت ده جوينت سطح الارتكتشر في شكله تروكسيا لايك وكونفكس، وان الجوينت دوت يوني اكس، وان الحركه المتاحه فليكشن واكستنس، والاكس ده نوع ايه؟ ترانسفيرس. والموفمنت الثانيه اتمنعت وجود ايه؟ اربطه جانبيه. والمثال ايه؟ البوشون. في حاجه اسمها بيبوت. بيبوت يعني محور او مركز. البيبوت دوت او المحوري ده عايز ناس اذكياء جدا. فبلاش بقى. مش كده لا نحفظه. بلاش البيبوت يعني مفصل محور مركزي كده محوري. بنعمل عظمه محوريه اللي جاي ده الاذكياء بس. اذكياء بس. أنا بيت أسأل سؤال ولا بشوفكم عشان تذكروا اللي هنا بعد دقيقة واحدة. العظمة دي اسمها إيه؟ العظمة دي اسمها ريد، واللي جنبها اسمها إيه؟ فين كف الراجل؟ أهو فين الريد يا اسطى؟
دي ولا دي؟ دي. الحمد لله ربنا وصل. بنعمل ايه ولاد بحر؟ اللي هو زي ريندت كده عكس وحط سطحين وحوطه بحلقه. راس الريندت متحوطه بحلقه. جزء ليجامنت يعني فايبر اسيشن. وجزء بون كان اسمه ريديا نوتش لو حد فينا عارف. اخد الليجامنت احوط الهيك كده. الليجامنت ده بيطلع من عظمه القلمه ويلف على الريديس ويرجع للقلمه كده. يبقى راس الريديس متحوطه بحلقه. اللي يقدر يسمع الكلمة دي ويقطها عشان انا طيب كاني قلتش حاجة. العظمة دي اسمها ريد والعظمة دي اسمها قلب وفي نوتش اسمه ريد نوتش ده ليجم هطلعه من القلمة وليفه على الريديس ورجعه للقلمة تاني. يبقى راس الريديس متحوطة بحلقة فايبرو اوسيس. ايه فايبرو اوسيس ريد دي بقى؟ قالوا فايبرو ده من الليجم واوسيس حتى القلب. يبقى في حلقه تركيبتها ايه؟ فايبروس. تركيبتها ايه؟ فايبروس. صورت حوطه العظمه البيبول اللي هي المركزيه دي. البيبول ده يلف حوالين اللونج اكسس كده فتعمل حركه اسمها ايه؟ وحركه اسمها ايه؟ برونيشن وسوبرينيشن. المفصل ده اسمه ريدو النار اديني هيومنز. انا اولاد الطلبه المتخلفين اسمعوا كويس والتانيين بيفهموا على طول. الالبو جوينت حاجه وريديو قال لنا جولت حاجة تانية. واضح وصريح مش قريبين من بعض مش بيع واحد. ده اسمه السوبيري ريديو قال لنا جولت وده اسمه الكبير. ده اللي بتحصل فيهم حركة اسمها تورنيشن وسوبرنيشن. انت بتلف حوالين انهي اكسس لونجتود حوالين انهي اكسس لونجتود فتعمل روتيشن زي الميت دلوقت. لا بتعمل حركة تانية بينهم. لا ريدس وانا مش عاملوا اي حاجة تانية. لما تقولي في فليكشن واكستنشن ده مفصل اسمه ايه؟ تقولي في فليكشن واكستنشن ده مفصل اسمه ايه؟ انما اللي انا بعمله بين ريدس وانا بالليبل. المحور هو مين؟ الليبل اللي هي عظمة مين؟ ريد. والحلقة اللي بتحوطها تركيبتها ايه؟ فايبرو اوس. ايه معنى فايبرو اوس؟ حتى عظمة وحتى عظمة مش كمل. العظمة مين؟ العظمة. والليجامنت اللي بيلف ده اسمه انيو ولا الليجامنت مش مهم لغايه ما ناخده. السؤال الناس هتبص كده وتسالكم سؤال بقى انا بحطكم بعد كده وليه؟ الناس اللي صحت يا اولاد معايا قوي 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 قوي. العظمه دي يا اولاد عامله كده. دي عظمه عليها نوتش كده. الناس اللي بتاكل كان اسمه النوتش ده ريتا نوتش. اسمه ايه؟ ريتا نوتش. اللي جاي ده صعب. لو حطيت الريتا كده دي هيدم دريد وعملت كده نفسي اسال ده. لو جبت ليجامين هندرسه هقول اسمه مره عشان في ناس تستحق. اسمه انيولار ليجامين. كلمه انيولار يعني حلقه. الانيولار ليجامين ده قصته ايه؟ ببداه من عظمه القلب والف كده على الريد واعمل ليجامنت كده. اسمه الليجامنت ده انيوال. الحلقه اللي تعمل تركيبتها ايه؟ حته بون حته ليجامنت. يبقى رينج تركيبتها ايه؟ فايبرو اوسس. دي سميتها فايبرو اوسس بقى. انا اعمل حته ليجامنت وحته بون ما تخلصنا مش كام دولار. طب الريدس هتلف جواها حوالين الاكسس بتاعها مش كام دولار. تعمل حاجه اسمها ايه وحركه اسمها ايه؟ تورنيشن. هل ادتنا حركات ثانيه؟ لا ما حدش قلت للحلم في البيت اعمل لي كده. انت بتحرك لون تاني. فبص الكلمتين دول للطلبه المعلمين اللي هم في الطب شويه. الكلام ده ريتم. الكلام ده ريتم. اخش امتحان الاقي سكرايب يوني اكسيال جوينت تطلع في الصلصه بره ده بتاعته. اسمها بقى وابتدى معايا. انا ولاد بيبو جوينت بيبو يعني مركزي او محوري. الارتيكيولار سيرفيس سطح الارتيكيولار سطح الاتصال شكلها ايه؟ كونتين سنترال بيبوت بوني بيبوت سنترال مركزي بوني عضل بيبوت محوري برضه بين قوسين كده بالعكس ده المحور اللي فيه. سراوندد بحلقه تركيبتها ايه الحلقه دي؟ فايبرو اوسيس. ايه معنى فايبرو اوسيس؟ جزء فايبر وجزء ايه؟ بون. كويس. زي الجوينت اللي اسمه سوبير ريدو قلم. The movement of this joint is rotation around any axis. لو بتقولنا الاكس طيب وبعد كده ده معدل السنتر بتاع مين يا ولاد البيبل؟ يعني انت الحركه هنا حوالين انهي اكسس؟ لو بتقولنا الاكس اللي معدل في نقطه مين؟ البيبل. وعمال اريد استلف راحها وجاي تعمل اكسس اسمها يا ولاد كورنيشن وير يوم السبت يوم الاحد معاكم الكتابين كتابين كلهم الكتابين